فير بلاي. رجعنا من جديد في فير بلاي نحكيو على نهائي كاس تونس واحتضان ملعب جربة ميدون لأول مرة في تاريخ المقابلة بالحجم هذا، مقابلة نهائي كاس تونس بين الكلوب والسيرساسنا على حد إن شاء الله. باش ناخذوا التفاصيل الكل حول المقابلة هذه أكيد من المصدر من بلدية جربة، معنا بالتليفون السيدة صابر بن حمودة عضو المجلس البلدي في بلدية جربة وأيضا المكلف بالسهرة على جاهزية الملعب لاحتضان المقابلة. سي صابر أهلا بك. مرحبا بك، مرحبا بجميع مستمعين إكسبريس أف أم من جزيرة الأحلام جربة. مرحبا بك سي صابر. دونك حابين ناخذ من عندك أكثر تفاصيل وآخر استعدادية الملعب والجزيرة لاحتضان مقابلة بهذا الحجم. بالفعل احنا حدثت هذا عرس رياضي بالجزيرة، ومن تاريخ تحديد موعد النهائي بجربة من اللي علمنا بالتاريخ النهائي هذايا تمت السهر على الاستعدادات للعرس الرياضي هذايا. انطلقت بلدية ميدون بإعداد لجنة التنظيم تتضمن كل من الإدارة الجهوية والجامعة وبلدية جربة ميدون الأمن الولاية نفس كل حطوا ليد في ليد باش نحضروا إن شاء الله نحضروا العرس هذايا، وإن شاء الله في باش تكون التعدادات دخلتوا في الوقت باش تكون الملعب حاضر لاحتضان القمة هذه. شنو عملتوا؟ شنو مصلحات عملتوهم على الملعب؟ التحضيرات شنو بالضبط عملتوا؟ بالنسبة للملعب هو ملعب الحمد لله يا ربي احنا بلدية ميدون ترعى بالملعب هذايا بالكده، معنا من حيث خاصة من حيث العشب تقريبا بلدية تصر على ديما مش كل عشب هذايا في حالة جيدة. كي جات الجامعة وفد الجامعة عين الملعب أقر بعض النقائص اللي جندت العباد الكل المجتمع مدني مشكور الهياكل اللي كنت بحكي لك عليهم حطوا ليد في ليد وقدمنا ليل النهار والحمد لله اليوم احنا تقريبا حاضرين بنسبة 100% باش يحتضن الملعب بتاعنا الحدث هذايا. الأشراء كانت على مستوى الطريق الخارجي للملعب، تم تعبيد الطريق الخارجي والكل ومداخل الملعب بالخرسانة الاستنافية، تم طلاء الملعب من الداخل والخارج الأسيج الكل تم طلاءها، تم كيف أشغال على مستوى حجرات الملابس الصيانة تمت الكل والحمد لله، كيف تم جات لجنة عينة العشب أعطت بعض التوجيهات مباشرة بلدية بدون قامت بإدخال بعض الصيانة على العشب وتمت الحمد لله. واليوم نلقوا روحنا بإذن الله ما عندنا حتى إشكال باش يحتضن الملعب هذايا النهائي في أحسن وجه وفي أحسن حلة بإذن الله، خاصة أن فريق من الجامعة توا موجود على المكان يخدم ليل ونهار باش يعطي حلة جديدة للملعب. كيف إدارة الإفلاح قائمة معنا بالواجب، إدارة التجهيز، المندوبية الجوية للسياحة، الناس الكل ليد في ليد، والمجتمع المدني ركزوا عليه على خاطر ساهم نسبة كبيرة في الإنجازات هذه والإصلاحات هذه، خاصة تعرفوا أن الوقت ما يخولناش باش نعملوا صفقات، إذا اتجهنا للمجتمع المدني بتاعنا ولقينا كان عباد واقفة معنا والحمد لله. النجم نقول لكم أن الملعب حاضر اليوم بنسبة 99% بعد معناها اللمسات الأخيرة قاعدة تقام تو في الملعب. وين اللمسات؟ وين الواحد في المية هذا؟ الواحد في المية هو في اللابياج اللي قاعد تقوم به الجامعة على مستوى منصة الاستقبال، القاعة الشرفية، معناها هي كلها براتيك مودي. خطيكم انتوما معناها؟ خطيتنا احنا احنا كبلدية بإذن الله تو مستعدين 100% باش نكونوا معناها باش يحصل الملعب هذايا سي صابر. هي نحكم على الموضوع هذا الحمد لله باهي برشا. سي صابر، الجامعة هبطت منذ قليل بلاغ اكدت فيه انه المقابلة باش تكون ان شاء الله الاربعاء نتاع العشية، كان فهم امكانية ان تكون المقابلة ليلا؟ لا المقابلة لا يمكن تقول ليلا لان نوعية معناها الاضاءة الموجودة بالملعب حاليا هي موضوع صيانة والمبلغ كبير ولازم يكون في صفقة معناها كبير. إذا قرر تقريبا أنه باش يكون ما بين الأربعة والخمسة معناها أكثرية من الوقت هذايا. لا رسميا هو الأربعة، منذ قليل الجامعة كانت هابطت بلاغ منذ نص ساعة تقريبا. تقريبا هذا هو بين الأربعة والخمسة هذا هو المتفق عليه تقريبا التفاهم التالي.
على خاطر الإضاءة اللي كانت موجودة هي إضاءة التمارين ما تخولناش باش نلعبوا قبل الليل. تمنينا أنه يكون في الليل لكن الحمد لله ما خلطناش ما نجمناش نخلطوا باش خاطر صفقة كبيرة متاع الكليراج بليك الكليراج متاع الملعب هذية ما نجموش للأمانة نخلطوا في الوقت ذاك. لكن بإذن الله الطقس في جربة ممتاز جدا حتى في النهار وما يمثلش عائق قدام مقابلة هذه. الوضع الصحي طمن علي سي صابر في جربة في ولاية مدنين تقريبا فما إمكانية اسمعنا الكلام فما كلام فقط خنكمل السؤال وبعد جاوبني مسي سي صابر فما كلام اسمعنا حاول إمكانية منع التنقل للداخل والخارج الولاية هل هذا صحيح ولا لا؟ احنا ولاية مدنين اخر نتائج احنا نتبع فيها ما هيش خايبة حتى الان النتائج مطمنة جدا صحيح الوضع في البلاد يكون حرج شوية لكن احنا على مستوى ولاية مدنين وجزيرة جربة الوضع مطمن جدا انا تقريبا اليوم على مستوى جربة 3 حالات انا ما عندناش حاجة كبيرة معناها للأمانة هذا حسب وزارة الصحة معناها لكن الوضع اللي في البلاد يخلي الناس كلها متحضرة شوية وصحوة. بالنسبة لأمور بيع الليتيكي ظهر لي باش تكون في جربة ولا في تونس العاصمة ولا كيفاش بالضبط الموضوع هذا يرجع للجامعة احنا كبلدية الحدود متاعنا هي اي ما حكيتوش الموضوع متاع بيع الليتيكي ولا حاجة معناها والله احنا حكينا اكيد خاطر العباد كل تحب تدخل الاستاد تحب تحضر الحفل هذا حتى تحضر مباراة لكن احد الان الجامعة ما وقفناش نهائيا بعدد التذاكر 500 تذكرة هم باش يكون ان شاء الله هم سمى محاولة للترفيع ان شاء الله نشوفوها هذا تقريبا بتنسيق بتعرفوا في الوضع مقسومة 250 بين الكلوب والسي اس اس هذا في مرحلة اولى ان شاء الله بالك نخلطوا احنا راه بودنا ان ابد كل تدخل معناها احنا في المباراة هذه معناها سي صابر الناس كل ماذا بيها تدخل واحنا ماذا بينا ما نغشوا حتى حد واللي يجيب احذانا الجربة يكون فرحان توا احنا حاليا من الامر مش بيدنا احنا بيد بالجامعة وفي بالي اكثر من هيك هي بيد امور وزارة الصحة حسب الوضع اللي في البلاد هذا هو اللي يخلي هو الملعب يهز 5000 5000 يهز الملعب 4168 واضح يعطيك الصحة لكن تفضل مرحبا بكم وان شاء الله تكونوا بعدين في جربة لا احنا كما قلت لك ماذا بينا احنا راهو العباد تجي وتدخل الاستاد وبالعكس احنا هذا مكسب الجزيرة لكن كما قلت لك الامر خارج عن نطاق بلدية جربة ميدون بلدية جربة ميدون مهمتها تحضر استاد وحضرة استاد الباقيين عندنا كل واحد يحترم معناها الاختصاص بتاعه الجامعة عندها اختصاص تنظيم والتذاكر وغيره احنا الحدود نتاعنا قمنا به انجاز تحضير الملعب قمنا به وان شاء الله احنا ماذا بينا كان نتوصلوا مع الجامعه مع وزاره الصحه انه باش يكون العدد اكثر 1000 ولا 2000 هذا بطبيعه مكسب بالنسبه لنا احنا. واضح يعطيك الصحه شكرا لك سي صابر بالتوفيق ان شاء الله. شكرا. دونك كان هذا معنا صابر بن حمود عضو المجلس البلدي في بلديه ميدون جربه كنا حكينا معاه على اخر استعدادات الملعب قبل احتضان نهائي كاس تونس لحد الجاي بين الكلوب والسي اس اس فاصل بعد شويه باش يكون معنا من النمسا محمد السياحلي نحكيو معاه على وجهته القادمه في التدريب بعد مغادرته لناديه فولفسبورغ في النمساوي بعد مشاركه في الشامبيونز ليغ الاوروبيه.